رانا مهمشين الكوتي تاع السبور رانا مهمشين ما عندنا حتى ما عندنا حتى مرفق تاع رياضه ما عندنا ملعب ما عندنا مسبح ما عندنا حتى حاجه نورمالمون البلديات هما يكونوا الخزان تاع تاع الويل الخزان تاع الولايه تاع تاع الدوله تاع الاخر المواهب عندنا المواهب بس ما عندناش الامكانيات ما كانش ملعب بلدي ما عندناش مسبح ما عندناش ما عندنا حتى حاجه صالح <applause> خصنا ملاعب خصنا مسبح خصنا فايس نزهو بيهم نريحو بهم ريصان نادي ثقافي نادي ثقافي ديجا حنا كشت الشبيبه نتاعنا كنش كانش باهي بيروحوا لها كما احنا عندنا المسبح هنايا راه مدو ميل تروا ولا مدو ميل كات مازال ما تخدم زين. تفتحش كاع ما تفتحش كاع ما تفتحش رانا نروحوا لبلايص اخرين رانا نروحوا نعوموا برك الطايره يروحوا الولاية باش يروحوا الطايره نروحوا الولاية ما عندناش انا بلديه زمات الامير عبد القادر كاينين الامكانيات بصح ناقصه كلش كاع ما كان لا قطاع صحي ولا قعدنا مستوصف حنا نتسنتوا عندنا هنا راهم يروحوا را للبيطال تاع زنينه زنينه واسكو زنينه بهبه بعيده علينا هنايا راه بعيده علينا ب 65 كيلو الشال قصر الشلاله بعيده علينا ب 42 كيلو وطريق. يبعد كيلو الولايه بعيد علينا ب 165 كيلو الولايه الجرفه بعيد علينا 250 كيلو وكاين عندنا قضيه لتحت نتاع الكابل نتاع تريسيتي نتاع الضوء الجيران اللي عندهم ثم الجيران تاعنا كاع لحقوا لهم الضوء وانا الوحيد المنزل تاعنا الوحيد اللي ما لحقلوش الضوء اتصلت بالمدير نتاع سونال غاز وكاينه مراسلات كتبتها اتصلت بالمدير نتاع سونال واتصلت برئيس الدائره في, ال... في الوقت اللي الماضي واتصلت بمدير الطاقه والمناجم لولايه تيرت بالحرف الواحد قال لي مدير الطاقه والمناجم هذا هذا الكابر راه منحو نحو لونتربريز على جال قضيه سياسيه كي الوالد تاعك التحق بصفوف الجماعات الارهابيه في 2000 أه في 2000 ومن بعد جار <سيئك فكرة بأس> نعاني من, من هذا الطريق هذه بلغت كتبت وصلت رسالتي كاع المسؤولين في ولايه تيارت بعد وانا راني جايب هذه الكاره جايب لونسيرش لازمني نخلص لازمني في كل في كل ثلاث شهور لازمني ندير 36 مليون لازمني دوك انا الروضه راهي دير 2 مليون و400 عانيت منها عندنا مشكل تاع الطريق هذه اللي متمثله في الجزء تاعنا برك اللي مقدر ب 13 كيلو حنايا أنا, يعني انا كنت نقرا في الجلفه 8 تاع الصباح كنت باش نروح الصباح انا للجلفه نخرج منها الزوج والله ثلاثة تاع الصباح وانا ندير في الستوب ندير في الستوب ستوب حتى الستة تاع الصباح باش نركبنا يجيبوني صحاب الكاميوات باش يلحقوني هنا الطريق ومنين ندير الستوب حنا رانا نعانو في مشكل حنا رانا نعانو في مشكل تاع الطريق دروك عندي 160 كيلو راني ندير فيها ثلاث سوايع ثلاث سوايع ندير في الطريق وراني نعاني عندي في كل شهر شهرين روضه روضه نخلص فيها بجملين و400 وطالبت السلطات بلي تحقيق في القضيه تاعي انا انا عندي مده خمس سنين هايدي خمس سنين تهميش. قضيه انت اهم بزاف كاع مش خلنا راهم كاينين بزاف هنا في طاقين هنايا من الاول ما حبش يرجعني في الاعاقه تاعي هذه من حان تاع ان نطالبوا بالبناءات الفوضويه اللي داروا لهم تسويه الوضعيه هذا النداء لمن نوجهه نوجهه لرئيس الحكومه والسيد تبون وزير السكن نوجهوا له هذا النداء لا كوميسيون شي هنا موظف لدى البلديه في شبكه كهربائي تم فصل تم لا لا فصل خصم شهر كامل من لتصفيه حسابات لتصفيه حسابات قال لك ما خدمش وكاين ناس اخرين ثاني طالبنا يا طالبنا بالحقوق نتاعنا يعني. العطل العطل السنويه 2012 لحد الان ما عطاناش العطله ما عطيوناش العطله يا عامل كهربائي قال لي الله زيد خدم عس في المؤسسه ليله بليله كيتيلار اللي دايره الدولة درات ودايره المديريه التربيه نعيش نهار بنهار 550 واحد في الجامعه دكتور في الطب واحد راه في الجامعه واحد في الليسي وزوجه مريضه 550 هي اللي تعيشني وهضم الحق نتاعي من الشبكة أعطيت له البوانتاج نتاعو في القهوة كي جا للبلدية قال العمال تاع البلدية قال لهم ما تشدوش لي بوانتاج شد عليا البوانتاج في القهوة مديتو له في القهوة من بعد كي رحت درت لافوار في لابوست باش ننا ننا نخلص ما لقيتش الراتب نتاعي كي رجعت له قال لي ما على باليش قال لي وين راح الشهر تاعك يا يا شيخ الراتب نتاعي وين مشى أنت اللي راك تقول راني مسؤول على الشبكة، قال لي راح الراتب نتاعي. سكت على هذاك الشهر، عاود كي منصب البلدية ولا ينتقم. ينتقم مني سياسيا. السؤال الأول والأخير هو الجمعيات، الجمعيات راهي تعاني هنا في طاقين. كاينين جمعيات الشياتين، بصح من الشياتين الجمعيات اللي راهي تمشي مع الناس اللي ما يجدوش الحقائق ما معنى جمعيه ما هي واش الموضوع نتاع الجمعيه هذه الجمعيه تجبد الحقيقة للدوله واش راه صاير في البلاد حنا دوك كون يقولوا طاقين بالك ممكن رئيس الجمهوريه ما يعرفهاش رانا كاينه 40 مليون المستوى التراب الوطني ما يعرفوش طاقين واش الانشقاق الانشغال تاع مواطنين ما كانش يا راجل احنا يجوا يشوفوا البلد انا توجهنا لرئيس البلديه قال لك الجمعية الجمعيات ما نتعاملوش معاهم رحنا لرئيس الدائره وراني مسؤول على كلامي ونتحملوا راه معايا السيد يوسف ربح رئيس الجمعية تكافل الأجيال والتنمية والتطوير الفلاحي ورئيس الجمعية الوطني لتضامن القضاء المشكل الاجتماعي بزمة مع القادر وهو محمود عبد الهادي وتقدمنا للرئيس الدائرة بعض المشاكل التي يعانيها الشباب سكن الزمالة منها الري منها القطاع الفلاحي القطاع السياحي القطاع الصناعي كل المؤسسة الدولة هم اللي يعطلوا فيها المؤسسة فخامة رئيس الجمهورية هم اللي يعطلوا فيها احنا رانا نتسائلوا الجمعية إذا كان عندها دور هام في هذا نديروا السلم اجتماعي للشعب والمواطنين هنا في البلاد راه ما كان الداخليه والجماعات المحليه ورئيس الحكومه والسيد والي الولايه والسيد رئيس الدائره يعطونا توضيح هذا رئيس البلديه اللي راه راح للعمره هل كلف احنا رانا المصالح نتاعنا معطله هل كلف عضو من الاعضاء بالنيابه عليه الحمله يعني لاغريمون تاعو باش باش يفك مشاكل وانشغالات المواطنين رانا نجي نسينيو في الورق نتاعنا ما نلقاوش كيفاش نسينيو كي اللي تروح له يقول لك انا ما عنديش الكاشي انا ما عنديش الكاسي رئيس البلديه من المفروض رئيس البلديه كي يكون رايح للعمره او رايح لبلاصه يفوض واحد ي... باش ما يعطلش مصالح المواطنين